لا كده كتير، كده كفاية حرام. انت ايه بتطلعيني في البخت؟ حد مصلتك عليا يا فندم؟ انا بقى يا فندم بلا زيت، كرهتيني في الشغلانة اللي بحبها، خليتيني افقد الشغف. حرام عليك يا صدفة، شروع في قتل وعديناها، مخدرات وعديناها، كمان جايالي في دعارة طبعا عشان تكملي الثلاثية. ما انا ناقص وحياة ابني يا صدفة، المرة دي لو ما اتحبستي لكون مقدم استقالتي. ايه ده ما شاء الله. طب شفت يا فندم، احنا نعرف بعض بقالنا قد ايه؟ انا عمري ما عرفت ان انت عندك ابن. هو عنده كام سنة وفي سنة كام؟ انت رهيبة رهيبة، كفاية كفاية، انا ما شفتش كده في حياتي. واديك شفت يا فندم، اديك شفت اهو. وبعدين انا راضيه ذمتك وضميرك. اه وبعدين حضرتك مش اول مره تشوفني، انت عارفني كويس قوي. وشفت اهلي ولا ما شفتهمش؟ ناس محترمين ولا مش محترمين؟ محترمين. بذمتك انت منظر واحده بتاعت دعاره. اه لا ما هو مش او خلاص، مش او خلاص كده. لا يا فندم خلينا نتكلم بالعقل، مش نبقى حافظين كده ومش فاهمين. اديني امره واحده. بقول لك ايه، انت ما شفتيش الوش التاني، الوش الحقيقي بقى. اخرسي خالص وما تفتحيش بقك بكلمه، انا بقول لك اهو. طب انا هخرس والله العظيم، هفتح بقي تاني. بس انا استاذن حضرتك، بس اسال الست دي سؤال واحد. اساليها سؤال واحد. ايوه لو بقوا سؤالين. سؤال واحد. انت يا ست انتي طلعتي علينا البيت ولقيتينا انا وعلي، كان الباب مفتوح ولا مقفول؟ لا يا بيه، حق ربنا الباب كان مقفول عليهم، وانا دخلت عليهم بنسخة المفتاح وفتحت لقيتهم ولا مؤاخذة يا سعادة البيه في وضع، يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم يا رب. والشباب دول يشهدوا، مش حصل يا شباب؟ حصل يا باشا، حصل يا باشا. وشرف امي، شفتوا اللي هي بتقول عليه ده؟ ايوه يا باشا. يا فندم يا فندم، ده دليل البراءة، دول بيكذبوا عيني عينك. طب بذمتك دول شباب دول؟ عيب كده صدفة، الشباب شباب القلب يا باشا. الست دي بتكذب وجايبة الشباب دول يشهدوا معاها زور عشان عايزة تخرجني من الشقة وتاخدها هي. شباب ايه دول؟ لو شباب يبقى انت لسه ما اتولدتش. انت معايا ولا؟ خرب بيتك اسكت خالص. خلاص يا علي خلاص، سيبها سيبها هي وضميرها، طالما ضميرها سمح لها تتبلى علينا خليها تتبلى علينا. ان شاء الله باذن الله كده لما تموتي قريب وتنزلي التربة وتلاقي القبر ضلمة كده كحل وطالع لك ملكين، هتبقي تقولي لهم ايه؟ هتقولي لهم ايه؟ وفلنفترض ان ربنا اداكي طول العمر، هتعيشي زي ما هو داين تدان. اه اللي انت بتعمليه فيا ده ان شاء الله يطلع، يطلع في اختك، يطلع في بنتك، يطلع في بنت خالتك، في عمتك، في خالتك. يا حبيبتي انا بقول اللي انا شفته بعناية اللي هياكل له مدود، مش انت بس يا حبيبتي اللي تعرفي ربنا. لا يا حبيبتي انت ما تعرفيش ربنا. وبعدين خدي بالك مفيش حد اتشعلق في رضا ربنا غير لما ربنا رضاه وجبر. واه وانا بقى انا بحاسب عليكي، حاسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حاسبي الله. اتفضل يا فندم شوف شغلك، حقق مع حضرتك، شوف اجراءاتك. اجراءات ايه؟ شوف انت اجراءاتك، انت اللي عملتي كل حاجه. ايوه يا ابني. تمام سعادتك، بس ادفع عليك حضرتك. اهلا. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازيك يا سستاره؟ ايه يا راجل وحشتنا، انت فين؟ اتاخرت كده ليه؟ انا بغضبت من امتى؟ ولا مؤاخذه يا فندم، لما رحت جبت المستشار وجيت. انت لازم يعني تستنى الخيط ما يجي ولا عمال تتاخر وتتقل عليا عشان تحسسني ان انا ما اعرفش اتصرف من غيرك؟ كفايه بقى كفايه، انت حقنه كفايه. معلش يا فندم ما فيهاش حاجه، يعني ده حوار شخصي جانبي. انت قلت لحد من اهلي؟ لا اهلي ولا زمالك بقى، واسكتي شويه يا صدفه، خلينا نشوف حل في المصيبه اللي انت حطانا فيها دي. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.